أنا زوجتي متوفية من 5 سنين وشهرين وحوالي 6 أيام. خمس سنين وشهرين وست أيام. أنت عدد الأيام؟ عدد الأيام، وكنت عايزني أقول لحضرتك عدد الساعات عددها. وهي أحب خلق الله. ما اتجوزتش بعد ما ماتت؟ ما هو عدد الأيام والساعات وهيتجوز إزاي بس يا شيخ رمضان؟ اضحك اضحك، أنا هضحكك. أنا فرحان أصلا. أنا هضحكك أكتر والله. أيوه قول لي قول لي. يا أحب خلق الله إلي أو إلى قلبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. تمام؟ هل يجوز للإنسان المسلم اللي زيي اللي إذا ربنا عز وجل من عليه بفضله ورحمته وأدخله الجنة ولاقى زوجته في الجنة، هل يجوز لي إن أنا أستأذن من الرحمن إن أنا مش عايز أتزوج من حور عين وأكتفي بزوجتي، فأنا لا أقبل أن يشارك يا نهار أبيض يا حبيبي حتى الله لو كان في الجنة ليس هناك غيرة وليس هناك أي شيء. الله هل يجوز لي أن أستأذن الله عز وجل؟ استنى استنى يا أستاذ أشرف. طبقا لقول الله عز وجل ولهم فيها ما يشاءون، فهل يجوز لي إن أنا أستأذن الله عز وجل إن أنا مش عايز أتزوج من الحور العين؟ عملت إيه؟ عملت إيه يا أستاذ أشرف عشان تخليك تحبها كده؟ هي ما عملتش حقيقة، كلها كانت كتلة حب. هي كلها كانت، هي بقول لحضرتك هي من أفضل خلق الله خلقا وخلقا. اللهم صل على النبي.